السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيروس كورونا. تشرح هذه المقالة عن فيروس كورونا في عدة دول في العالم. هنا يوضح أن البلد إنجلترا إحدى الدول التي تأثرت أيضا بفيروس كورونا. تخطط إنجلترا نفسها لتلقيح أطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. يوصي المسؤولون البريطانيون باستخدام لقاح فايزر، كما أعطت العديد من بلدان الأخرى لقاحا للأطفال المراهقين الأصغر سنًا، لكن الطريقة مختلفة فقط. كما ينص على أنه في مايو وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على عدم تحسين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، كما هو الحال في الدنمارك قادرة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، وفي إسبانيا من 12 إلى 19 عاما مع جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. في فرنسا أيضا تحركوا بسرعة وقدموا جرعة واحدة من اللقاح، وحوالي 66% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، وثانية 50% قاموا بتطعيمهم بالكامل. وفي ألمانيا أوصى المستشار العلمي في شهر يونيو الماضي بإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما فقط، وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية. في السويد يعطى اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما فقط، لأولئك الذين يعانون من أمراض تشمل الربو، الحدى، والرئة وغيرها. تقوم النرويج بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما للجرعة الأولى فقط. في العديد من بلدان الأخرى كما هو موضح في هذه المقالة، توفر الولايات المتحدة ولاوس، أنجلوس، والصين، وتشيلي، والهند أيضا التطعيمات للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما، ومفوق بالجرعة الأولى من اللقاح أو الجرعة الثانية التي ستتبع في وقت لاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.